comparer avant de voter. www.lecomparateur.tn. أقول بهذه المناسبة، مناسبة أنه الشعب التونسي يخرج لأول مرة في تاريخه لاختيار رئيس، أنا أؤكد وأحرض على اختيار مستقل حر وشفاف. عندما يدخل الناخب وراء الستارة لا يكون معه إلا ضميره. حكموا ضمائركم، نحن في منعرج خطير، نحن في منعرج بناء ديمقراطية حقيقية. نحن نعرف أن ثورتنا كانت بلا أب، أعني بلا قائد، ووضعت لنا مولود اسمه الديمقراطية، وهذه الديمقراطية أشعر وأرى أنها لا زالت يتيمة، ونحن لا علينا أن نحضن هذا اليتيم ينمو ويكبر. لن ينمو إلا بتنمية شاملة وبتنمية واسعة واستراتيجية، وهذا الذي أحرض عليه وسأكون محرضا إن كنت في موقع الرئيس أو في أي موقع آخر. أنا حريص على نجاح الديمقراطية لكي نبني دولة حرة وقوية ومهابة. لا يجب أن نغير الكلمات الماضية التي تتحدث عن هيبة الدولة، الدولة المهابة. الدولة هذه لن تكون مهابة إلا إذا كانت قائمة ومتطورة وصاعدة. يجب أن لا نذهب في سيناريوهات الفشل لكي نستخرج بعد 30 أو 40 عام دولة أخرى فاشلة أو جامدة أو راكدة. أنا كتبت كتاب استراتيجي ويعني بمستقبل تونس لمدى 30 عام، سميته المعادلة التونسية. المعادلة التونسية هو ما أعنيه أنه يجب اليوم مطلوب من التونسيين أن يستخرجوا معادلة جديدة لتجديد هذه الدولة وتجديد هذا الوطن، وإلا سنبقى دائما مهددين بالفقر وسنبقى دائما مهددين بالاستبداد. إذا كانت الديمقراطية بلا تنمية شاملة فإنها ستسقط وستحطم وسيسقطونها وسيسقطها الفقر. يجب أن ننتهي. إذا كنا ذاهبون أو ذاهبين إلى الديمقراطية حيث يتجمع فيها إلا الكبار ولوبيات المال والعائلات القديمة والأحزاب القديمة، فإننا ذاهبون لا شك ولا محالة إلى الاستبداد. هناك ما يسمى بالإغواء الاستبدادي، هو يشد بتلابيب البعض اليوم، ونراهم أنه كيف هم يتكلبون على المناصب وعلى الكراسي وعلى السلطة، وذاهبون كلهم باسم الديمقراطية، وكلهم يلهجون بنفس الخطاب، الخطاب القديم، الخطاب المتكلس. اليوم علينا أن نستخرج معادلة لتنمية هذا البلد للحفاظ على الديمقراطية والتنمية، لنحافظ على دولتنا، دولة بلا فقر، دولة صاعدة، دولة ناضجة ودولة رائدة. Comparer avant de voter. www.lecomparateur.tn